المحاضرة السادسة من مادة أسس الكهرباء، موضوع Method of Analysis، وهاي المحاضرة الأولى بهذا الموضوع. فالمصدر راح يكون هنا بهذا الـ Topics هو DC، مصدر DC Direct Current. النظرية الأولى Source Conversion، تحويل المصادر. راح ناخذ احنا مصدر للفولتية مربوط ويا مقاومة على التوالي. احنا نريد نحولها الى مصدر للتيار، والدائرة تكون المقاومة مربوطة على التوازي. فهنا مثل ما نلاحظ هذا المصدر الفورتية هو التيار في المقاومة، وهنا المقاومة مع المصدر. من نريد نحول هاي المصادر، يعني نحول مصدر الفورتية الى مصدر تيار، راح يربط هذا المصدر مع التيار، واستخدام قانون اوم اللي يقول الفورتية تيار يساوي الفورتية على المقاومة، وتكون الدائرة على التوازي للمقاومة. مجرد هذا التحويل. مثال هنا مصدر فولتية 6 فولت منطينا مقاومة على التوالي 2 اوم، يمر بمقاومة اللود اللي هي 4 اوم. اول شي راح نحسب التيار مال اللود، التيار مال اللود اللي يعني اللي يمر بالمقاومة 4، تيار اللود. تيار واحنا مثل ما نعرف هنا المقاومات مربوطة على التوالي، لان التيار يمر بيها بدون ما يتفرع، فهذا ربط توالي، فيكون تيار اللود حسب قانون اوم التيار يساوي الفولتية على المقاومة. فهنا تيار اللود هو الفولتية على المقاومتين مجموعهن، لان احنا رابطين توالي، راح يطلع الفولتية مال مصدر 6 معطاه زائد 2 زائد 4 يطلع لنا 1 امبير. هو يقول لنا بالسؤال حول لنا هذا المصدر مال الفولتية الى مصدر تيار. احنا حسب هاي النظرية السابقة راح ننزل هذا المصدر مال التيار، واحنا نعرف حسب قانون اوم، هذا قانون اوم هو الفولتية على المقاومة. الفولتية راح نجيبها منها 6 اللي هي معطاة على المقاومة 2، اذا 6 على 3 على 2 المقاومة يطلع لنا التيار 3 امبير، ننزل مصدر الامبيرية. بعدين ننزل المقاومة نفسها، مقاومة المصدر اللي هي هاي. فهنا مقاومة المصدر هي 2، ننزلها على التوازي الصير، وتنزل مقاومة اللود نفسها هنا. هسه يقول لنا احسب تيار اللود بالدائرة المتكونة الجديدة. راح نستخدم هنا قانون تقسيم التيار، لان اكو مصدر تيار ومقاومتين مربوطات على التوازي، فاحنا نستخدم قانون تقسيم التيار اللي يقول التيار يساوي تيار المصدر في المقاومة اللي ما يمر بها التيار على مجموع المقاومات. فتيار المصدر هو منطينا اياه هنا، تيار هو هذا نفس القانون، تيار المصدر 3 نعوض 3 مضروب في المقاومة اللي يمر بها التيار اللي هي احنا نريد تيار اللود راح تكون 2، لان التيار اللود يمر بالمقاومة 4، فالمقاومة اللي ما يمر بها التيار هي 2، نزلناها هنا على مجموع المقاومات، 2 زائد 4 يطلع لنا 1 نفس هذا، بين التيارات متساوية بكل الحالتين. 2 في حال كانت المصادر مال التيار مربوطة على التوازي، يعني أكثر من مصدر تيار. مثل ما نلاحظ هنا تيار 6 أمبير مقاومة، مصدر تيار 10 أمبير مقاومة أخرى. بهالحالة يقول لنا إحنا المقاومات مربوطة على التوازي، فتكون المقاومة الأولى توازي ويا المقاومة الثانية، وهذا معناه نضرب المقاومة الأولى في المقاومة الثانية، وبعدين نجمع المقاومة الأولى ويا المقاومة الثانية، يطلع لنا 2 اوم، لان 3 في 6 تقسيم 3 زائد 6 يطلع لنا 2 اوم. بعدين احنا التيارات، نلاحظ التيار هذا باتجاه صاعد وهذا اتجاه نازل، فاحنا راح نطرح التيارات. مثل ما نلاحظ هنا تيار المصدر هو 10 امبير، يعني التيار الاعلى النقصة من التيار الادنى ناقص 6 يطلع لنا 4 امبير، فنجمعها بمصدر واحد. هاي حالة اخرى. مثال آخر هنا 3 مصادر للتيار، 2 صاعدات وواحد عكس الاتجاه والمقاومة الرابعة. أول شي ننزل المقاومة الرابعة لأن ماكو مقاومات أخرى، بعدين نجمع التيارات اللي بنفس الاتجاه 7 زائد 4، ونطرحها من التيار اللي عكس الاتجاه هذا النازل، فتكون 7 زائد 4 ناقص 3 يساوي 8، نخلي مصدر التيار 8 أمبير، والمقاومة المصدر يساوي المقاومة المطالعة هي مقاومة واحدة تطلع 4، كوننا دائرة أخرى. هاي الحالة الثانية. هنا يقول لنا current source in the series، مصدر التيار على التوازي. هنا الملاحظة تقول current source of the different current rating
are not connected، يعني ما يصير تربط على التوالي مصدرين للتيار مختلفة الأمبيرية، مثلا هنا 6 أمبير وهنا 7 أمبير، ما يصير الحالة الأخرى. هذا يعتبر الدرس الأول من نظريات تحليل الدوائر الكهربائية.